في محاضرة اليوم احنا راح ناخذ عن المواضيع اللي اقترحناهم، الثلاث مواضيع اللي عملنا لهم سيليكشن، حتى لو لساتنا الان مش عاملين لهم سيليكشن ممكن بعد المحاضرة نمشي بالطريقة الصح ونعمل سيليكشن لثلاث مواضيع بشكل صحيح، يعني 3 problems بشكل صحيح. الان بدنا نتعلم كيف بدنا نعمل literature review لهذول ال 3 problems. الخطوة كالتالي، اليوم راح نتعلم كيف طريقة البحث عن papers عشان نعملهم literature review. راح نتعلم الـ systematic literature review، كيف نقرأ البيبر بشكل سريع وبالضبط direct to the point، يعني مش ضروري انه نقرأ كل الأماكن في البيبر، نقرأ الأماكن المهمة جدا في البيبر بحيث انه نكون فاهمين البيبر وقادرين انه نلخص. هذا راح نتعلمه اليوم. راح نتعلم برضه كيف طريقة التلخيص بشكل سريع وبشكل systematic، بحيث انها طريقة التلخيص هي تدلنا شو نعمل، ما بنحتاج انه نفكر كثير، ما بنحتاج انه نضيع في البيبر او انه نتوه او ما نعرف وين النقطة اللي احنا لازم ندور عليها، تمام؟ فهي الطريقة السيستماتيك راح نتعلمها اليوم، وراح نتعلم اليوم كيف نكتب فقرة من الليترتشر ريفيو، او اذا كان في عندنا اكثر من بيبر عاملينها الليترتشر ريفيو كيف نعملهم لاكثر من فقرة، تمام؟ هذا كله راح نتعلم اليوم. اللي راح نشتغله كالتالي، على المواضيع اللي اخترناهم الثلاث راح نعمل تنتين literature review لكل تنتين papers review لكل موضوع، تمام؟ إذا لكل موضوع راح نعمل review لتو papers. بعد ما نعمل review لتو papers احنا بنقعد مع نفسنا وبنفكر، هل الموضوع هذا فعليا انا interested فيه ولا لا؟ هل هذا الموضوع فعليا شفت انه سهل علي اني اشتغل فيه، سهل علي اكمل فيه، تمام؟ سهل مثلا في عليه resources، الكونسبت اللي مذكوره فيه انا فاهمها، طريقه الحلول اللي حلوها هدول التو بيبرز انا فاهمها، تمام؟ هل راح اقدر اطلع contribution فيه، هل راح اقدر اطلع problem بهدول التو بيبرز بحيث انه انا اقدر احل هدول problems، يعني اقدر اطلع حل من عندي على هدول التو بيبرز، تمام؟ فهذا اللي بفكر فيه. فإذا من الليترتشر ريفيو تو بيبرز الليترتشر ريفيو لثلاث مواضيع بنقدر فعليا نطلع بالفاينل توبيك، تمام؟ احنا لساتنا الان ما حكيناش عن السولوشن، وما راح نطلع بفاينل سولوشن من محاضره اليوم، لكن راح نطلع من المحاضره الجايه بفاينل سولوشن، تمام؟ الان راح نطلع في بروبوز سولوشنز، واللي هم السولوشنز اللي مقترحينها الاعمال السابقه، تمام؟ فإذا لما نعمل هاي الليترتشر ريفيو لتو بيبرز راح نشوف بروبوز سولوشنز من التو بيبرز على الموضوع الاول والموضوع الثاني والموضوع الثالث، مع الاستيميشن اللي حكيناه انه التقييم الذاتي اللي احنا راح نقيمه لانفسنا، اللي هو هل فهمنا الموضوع بشكل كامل او لا، هل الموضوع سهل او لا، هل الموضوع فعليا احنا انترستد فيه او لا، هل الموضوع التولز او الحلول اللي هم مقترحينها مفهومة بالنسبة إلنا، دوبل بالنسبة إلنا، يعني قادرين انه نطبقها او لا، هل الموضوع اللي راح نقدر احنا راح نتخيل حالنا، احنا لساتنا ما بنعرف شو الحل تبعنا، بس راح نتخيل حالنا هل راح نقدر نطلع بحل جديد غير الحل اللي موجود في هدول التو بيبرز، تمام؟ اذا بنسأل حالنا هاي الاسئلة، اجوبة هاي الاسئلة بتخلينا نحدد مين هو الفاينل توبيك اللي بدنا نشتغل عليه في تكملة هاي الدورة، تمام؟ فإذا أنا مسجل هذا التسجيل، فإذا في هذا التسجيل بترجعوا بتشوفوا شو الأسئلة اللي بتسألوها لنفسكم لما تيجوا تعملوا بعد ما تعملوا الليترتشر ريفيو على التو بيبرز، تمام؟ بتسألوا حالكم هدول الأسئلة، بعد ما تسألوا حالكم هدول الأسئلة بيطلع معاكم شو الموضوع اللي راح تختاروه اللي راح تكملوا فيه وراح تتخصصوا فيه في هاي الدورة وما بعد هاي الدورة، تمام؟ هلا بعد ما نتخصص في موضوع واحد بنكمل على الليترتشر ريفيو بشكل كامل، بحيث انه نعمل عليه ريفيو لكل البيبرز اللي بال 2020، بعدين لكل البيبرز اللي بال 2019، بعدين كل البيبرز اللي بال 2018، بعدين كل البيبرز اللي من احدث من 2016، تمام؟ فإذا لما
لما نختار موضوع لازم نعمل عليه literature review بشكل كامل، بحيث انه نحاول نغطي كل الاعمال اللي انعملت بهذا المجال او بهذا الموضوع بالتحديد، specifically مش بشكل عام، بهذا الموضوع بالتحديد. تمام؟ فنعمل عليه literature review. طبعا اذا احنا بنحكي بهذا الموضوع بالتحديد نيجي نعمل عليه literature review ب 2020 ممكن ما نلاقي مثلا 5 بيبرز او 4 بيبرز، في 2019 ممكن نلاقي لحد 8-9 بيبرز، من 2016 لأحدث ممكن نلاقي كمان 15-16 بيبر. تمام؟ فبطلع كل التوتال حوالي 25-30 بيبر حسب الموضوع، ممكن يكون أقل بكثير حتى إذا في مثلا الموضوع هو كثير كثير دقيق اللي احنا مختارين، ممكن يكون أقل. تمام؟ فبالتالي بنعملهم ريفيو كلهم بحيث إنه نكون متأكدين إنه إحنا غطينا كل الأعمال السابقة اللي ناقشت the specific problem اللي إحنا اخترناه. تمام؟ ليش؟ لأنه من هذا ال literature review إحنا بنقدر نطلع بالحل، فبنده يكون الحل تبعنا موثقين 100% إنه ما في حدا حله قبلنا، ما في حدا استخدمه أو اتبعه في الأعمال السابقة. لأنه إذا الحل تبعنا اتبعوه أو اشتغلوا عليه في الأعمال السابقة ما بنقدر ننشر فيه بيبر. تمام؟ إحنا طبعاً بنحكي عن quality paper، ما بنحكي عن paper ننشرها في أي مجلة بس. تمام؟ بنحكي عن quality paper، فلازم يكون الحل تبعنا unique وgenial، حل يعني يشابه الاختراع، يعني إشي جديد إحنا طلعنا فيه. تمام؟ فإذا إحنا بعد literature review يعني في المحاضرة الجاية لما نيجي نتناقش شو الحل اللي إحنا بدنا نقترحه. تمام؟ واحنا مش متاكدين هل الحل اللي احنا اقترحناه عملونا سابقين او ما عملونا سابقين، معناها الليترشر ريفيو تبعتنا مش كامل. تمام؟ انا الليترشر ريفيو تبعتنا مش صحيحه. فاذا لازم بالليترشر ريفيو نكون مغطيين كل الحلول اللي حلوها الناس على السبيسيفيك بروبلم اللي احنا اخترناه. تمام؟ بعد هيك بنقدر لما نيجي للمحاضرة الجاية يوم الأربعاء إن شاء الله نطلع بالحل تبعنا. دكتور بس مداخلة بدون زحمة. تفضل. يعني إحنا بالبداية ندور على موضوع، بعدين ندور على مشكلة، وبعدين ندور على أكثر المشاكل المتكررة، بعدين نختار بعد ما اخترنا أكثر المشكلة المتكررة إحنا نحاول نحلها بطريقة أخرى، لأن هم أصلاً حليها ولا هذا الكلام؟ لا. صحيح. المشكلة اللي احنا اخترناها اكيد الناس كثير حالينها، ولا كيف احنا اخترناها؟ بالاعتماد على انها هاي المشكلة اكثر تكرار، صح؟ تمام. فبما انها اكثر تكرار معناها اكثر مشكلة الناس حالينها. تمام؟ طيب ليش احنا اخترناها اكثر مشكلة الناس حالينها ب 2020؟ معناها انه هاي المشكلة هوت توبك، الناس قاعدة بتدور لها على الحلول. تمام؟ فاحنا ما بنروح على مشكلة ما حد حلها، لانه اولا ما بنعرف هل المشكلة هاي ما حدا حلها فعليا، او ممكن نكون حلينها من الثمانينات، او حلينها من عزمن ارسطو وافلاطون وخلص بطلوا يحلوها لانهم لقوا لها حل والحل هذا مناسب وبطلوا الناس تتناقش فيها. تمام؟ فاحنا بندور على مشكلة اكثر مشكلة متكررة بال2020، هذا هو كان الشرط تبعنا في المحاضرة اللي فاتت اذا بتذكر. تمام؟ اذا احنا بندور على أكثر مشكلة في موضوع معين، أكثر مشكلة متكررة بال 2020. تمام؟ فإذا هاي الأكثر مشكلة متكررة بال 2020 إحنا طلعت معنا ثلاث مشاكل أكثر مشاكل متكررات بال 2020. على ثلاث مشاكل هدول عملنا ريفيو 2 بيبرز على المشكلة الأولى، 2 بيبرز على الثانية، 2 بيبرز على الثالثة، برضو بال 2020 هدول الـ 2 بيبرز. تمام؟ فمن هدول الـ 2 بيبرز قدرنا قدرنا انه نحدد الانترست تبعنا حسب الاسئله اللي انا حكيت لكم بتجاوبوا عليها. تمام؟ بعد ما جاوبنا هدول الاسئله بنطلع في هاي البروبلم، واحده من هدول الثلاث بتكون هي البروبلم فقط اللي بدنا نشتغل عليه. تمام؟ خلينا الخص هذا الحكي عشان ما نتخربط. اذا هنا من المحاضره اللي فاتت طلعنا ب 3 بروبلم، يعني هنا بروبلم 1، problem 2،
problem 3. تمام؟ إذا من المحاضرة اللي فاتت طلعنا بهدول 3 problems. في هدول بنعمل review 2 papers لـ 2020. تمام؟ نعمل review 2 papers على الموضوع الأول بالـ 2020. وعلى الثاني بنعمل له review 2 papers بالـ 2020. على الثالث بنعمل له review 2 papers بالـ 2020. إذا هاي الخطوة الأولى. تمام؟ هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة اللي هي answer questions. تمام؟ the questions اللي أنا حكيتها اللي هو هل أنا interested في هذا التوبيك أو لا بعد الليترتشر ريفيو طبعا بعد ما نطلع بنتيجة الليترتشر ريفيو اللي راح نتعلم عليها الآن كيف نعمل. تمام؟ هل أنا interested في هذا التوبيك أو لا؟ هذا سؤال، أول سؤال بنسأله، هل أنا interested في هذا التوبيك أو لا؟ ثاني سؤال بنسأله، خليني أعيده مش مشكلة. ثاني سؤال بنسأله، هل كل الكونسبتس اللي ما أو معظم الكونسبتس مش ضروري كلها لأنه لسه ممكن الموضوع جديد إحنا نعمله ريفيو، فهل معظم الكونسبتس اللي مطروحة أنا فاهمها؟ تمام؟ أو مين أكثر موضوع من هدول الليترتشر ريفيوز فيها كونسبتس انا فاهمها. مين اكثر موضوع من هدول الليترتشر ريفيوز فيها الحلول اللي هم استخدموها حاسس حالي بقدر اطبقها. الحلول اللي هم استخدموها تفرج الحلول اللي هم استخدموها حاسس حالي بقدر اطبقها. تمام؟ بعدين بنسال حالنا مين من هدول الثلاث مواضيع بنشوف حالي بقدر اني اقترح حل جديد فيه. حتى لو الحل هذا انا مش عارفه بس ممكن يطلع فيه بيني وبين حالي هيك انسايت انه ممكن انا اقدر اقترح حل جديد. تمام؟ فاذا بنسال حالنا هدول الاسئله، بعد هدول الاسئله اللي سالناها لحالنا بنطلع هون بالفاينل سيلكتد توبيك. تمام؟ out of the three topics. تمام؟ يعني ما راح نجيب موضوع جديد نعمله selection. راح نعمل select إما للأول أو للثاني أو للثالث بالاعتماد على أجوبتنا للأسئلة الأربعة أو الخمسة اللي طرحناها. تمام؟ فهون بنطلع بالفاينل topic. تمام؟ هاي الخطوة الرابعة. تمام؟ هاي الخطوة الرابعة final topic زي ما حكينا يا إما البروبلم الأولى يا الثانية لا الثالثة. هاي هي هذا هو التوبيك اللي بنحكي. تمام؟ بهذا التوبيك لازم نعمل ريفيو للليترشر ريفيو للليترشر للتوبيك هذا بالتحديد. تمام؟ بال 2020 لكل الأعمال اللي اشتغلت بهذا التوبيك في 2020. بعدين بنعمل ريفيو للليترشر في 2019. بعدين بنعمل ريفيو للليترشر أحدث أو تساوي 2016. تمام؟ يعني منشور ب 2016 او احدث. تمام؟ هيك بنحط الفلتر. يعني اول شيء بنحط الفلتر بالسيرش زي ما تعلمنا المره اللي فاتت بال 2020 بننزل كل البيبرز اللي منشوره في هذا التوبيك بالتحديد. تمام؟ بال 2020 بعدين بننزل كل البيبرز المنشوره في هذا التوبيك بال 2019 بعدين بننزل كل البيبرز المنشوره بهذا التوبيك بال 2016 او احدث. تمام؟ فهيك بيطلع عنا عدة بيبرز كثيرة بنعملهم كلهم literature review. تمام؟ دكتور العفو بس عندنا هنا مشكلة بالريفيو بال 2020. يعني إذا عندنا طلع عندنا سيرفرات كلش هواي من 34 إلى 35,000 لا ما بيطلع بهالدرجة، لا هذا بيطلع نتيجة السيرش بس هدول كلهم ما بيكونوا هم من نفس الموضوع، بيكونوا فيهم
واحدة من الكيوردز اللي انت حطيتها بالسيرج. لما يطلع لك السيرج انه نتيجة الريزلت 20,000، هدول بيكونوا 20,000 بيبر في من الكونتنت تبعها واحدة من الكيوردز اللي انت حطيتها بالسيرج، تمام. لكن احنا لما نحدد السيلكتد توبك، او لما نعمل ريفيو على الفاينل توبك، هون لما نعمل ليتريتشر ريفيو على الفاينل توبك، انت بتكون متاكد من التايتل للفاينل توبك هذا، ما تتفرج على نتيجه السيرش هو شو مطلع، كيورد موجوده ولا مش موجوده. تتفرج على التايتل، هل التايتل هذا تبع البيبر تابع لموضوعنا ولا مش تابع لموضوعنا، تمام. هل التايتل هذا بيناقش نفس السبيسيفيك بروبلم اللي انا بناقشها في الفاينل توبيك ولا لا، تمام. احنا راح ناخذ امثله الان وراح نشوف بالضبط كيف هيك. اما ال 30,000 وال 40,000 هذول بيطلعهم، اكيد هذول كلهم مش نفس الموضوع اللي انت بتشتغل، اكيد 100%. يعني لما انت تحدد السبيسيفيك توبيك تعمل ليترشر ريفيو بال 2020 ممكن يطلع لك حوالي 6-7 بيبرز بالكثير. ماشي دكتور. بس مرات عندنا يعني مثلا على البريست كانسر، فعندنا ثلاثه داتا سيت بريست كانسر، يعني يعني طلع لنا هم يطلع لنا والله اعداد هواي دكتور، حتى نفس المشكله نفس الداتا سيت. اوكي، هو لانه البريست كانسر موضوع كثير، يعني كثير الناس بتشتغل عليه، بس خلينا نمشي مع بعض على هذا الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي، خلينا هاي هون مثلا سكولر جوجل، هاي هون خلينا نحكي مثلا بريست كانسر. طبعا هذا بريست كانسر هو فيلد، هو مش بروبلم. بدنا نشوف احنا شو الناس بيشتغل بالبريست كانسر، تمام، قبل 2020، تمام. شو الناس بيشتغل في بريست كانسر؟ إذا هون eradication of breast cancer stem، تمام، cell eradication of breast cancer stem cell. طبعا هون البريست كانسر بيشتغلوا في يعني كثير مجالات، بيشتغلوا في المجال الطبي، مجال الصيدلة، مجال الكمبيوتر ساينس، الكمبيوتر انجينيرينج، تمام. فكثير مجالات بتشتغل، فهذه ما بتعتبر كيورد مثلا في البريست كانسر. ممكن نحكي مثلا بريست كانسر بنحط ايمج بروسيسنج، ابلكيشن اوف ماشين ليرنينج اند ايمج بروسيسنج اوف ديتكشن اوف بريست كانسر، بريست كانسر دايجنوستس يوزنج ايمج بروسيسنج اند ماشين ليرنينج، تمام. هذول ريليتد، هاي سيرفي ما بدنا اياها، دوز ريدكشن ان مولكيولر بريست ايمج وذ ان نيو ايمج بروسيسنج. تفرج هذول شو بيشتغلوا الاثنين، هاي البيبر بتشتغل على الديتكشن، فقط الديتكشن، يعني بتبين لك انه هنا في هاي probability انه يكون بريست كانسر او لا. هاي بتشتغل على الدياجنوسيس، يعني على التشخيص، انه بتحكي لك انه في بريست كانسر، تمام، في بريست كانسر، بس هي بتشخصه مثلا حميد او خبيث، او مثلا من نوع A ولا نوع B ولا نوع C، تمام. يعني قصدك classification. بالضبط، هنا كلاسيفيكيشن برضه، بس هاي كلاسيفيكيشن لانه في ولا ما في، تمام. اما هاي كلاسيفيكيشن لاي نوع، تمام. هلا هاي مش بموضوع كلاسيفيكيشن، هاي في موضوع دوز ريدكشن ان مولكيولر بريست، تمام، يعني في موضوع الدوز ريدكشن، تمام. اذا هي صار في عندنا 3 بروبلمز. البروبلم الاولى detection in breast cancer image، موضوع ثانية diagnosis، موضوع ثالثة dose reduction، تمام. وبنكمل على المواضيع. فإذا أنت بتشوف إنه صح إنهم ممكن صحيح تكون في مواضيع متكررة، وعشان هيك إحنا حكينا إنه إحنا بنشتغل على الموضوع المتكرر، تمام. بس ما بيكون في عندك كثير يعني ما بيكون في هواية papers في 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 مواضيع في 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 نفس الموضوع، يعني انك تحكي مثلا عنها 150 200 300 بيبر في نفس السنه، هذا لا، تمام، على نفس الموضوع، تمام. مثلا خلينا نحكي انه احنا اخترنا مثلا موضوع شفناه اكثر شيء متكرر،
اللي هو مثلا diagnosis. ايوه وبنحط هنا diagnosis وبنبلش نعمل عليه literature. تمام فاذا هون خلينا نحط diagnosis. تمام اتفرجوا هون لما حطينا الموضوع هذا لنفرض انه هذا الموضوع مش احنا عملنا ثلاث خطوات هذول طلع معنا ثلاث مواضيع مثلا كان الموضوع الاول اللي هو الديجنوسيس كان الموضوع الثاني اللي هو الديتكشن كان الموضوع الثالث اللي هو الدوز ريدكشن تمام هذول اكثر ثلاث مواضيع شفناهم متكررات على سبيل المثال تمام عملنا تو بيبرز ريفيو على الاول تو بيبرز ريفيو على الثاني تو بيبرز ريفيو على الثالث جاوبنا على الاسئله بين معانا انه موضوع الديجنوسيس هو افضل موضوع احنا حابين نشتغل عليه تمام فاجينا نشتغل على موضوع الديجنوسيس هنا بنحط الستيتمنت كامله مش بس بنحط كيورد تمام مثلا اتفرجوا هون حطينا اوف ليش لانه احنا الان خلص بدنا نحدد شو البروبلم سبيسيفيكلي اللي بدنا نشتغل عليها ما بدنا نحط كيوردز ان جنرال فمثلا هون ديجنوسيس اوف بريست كانسر يوزنج ايمج بروسيسنج تمام احنا بالتحديد بدنا الديجنوسيس اللي بيستخدموا فيها ايمج بروسيسنج ما بدنا مثلا الديجنوسيس اللي هو كيف الطرق الاطباء بيتبعوها في الديجنوسيس تمام مثلا طريقه الطبيب كذا وكذا في الديجنوسيس للمرض تمام ما بدنا هذا احنا بدنا بالتحديد الناس اللي بيشتغلوا بالايمج بروسيسنج تمام فاحنا شفنا هون بريست كانسر ديجنوسيس يوزنج ايمج بروسيسنج اند ماشين ليرنينج هاي ريليتد تمام هاي ريليتد وهو سبرينجر و2020 بنختار تمام هاي دوز ريدكشن اجتنا دوز ريدكشن ما بدنا اياه ابلكيشن اوف ايمج ليرنينج اوف ماشين ليرنينج اون ايمج اند ديتكشن برضه هاي ديتكشن ما بدنا اياه فرج هذول كلهم جايين سيرج على نفس الكيورد اللي احنا حاطينها اللي هي ديجنوسيس تمام بس ما بدنا اياه تمام هلا هون بري تريند كونفولوشن نيورال نتورك از ا فيتشر اكستراكشن فور ديجنوسيس بدنا اياه تمام هاي صار تو بيبر ابلكيشن اوف ماشين ليرنينج اون بريست اون ديتكشن برضه ديتكشن هاي ما بدنا اياه ودوز ريدكشن ما بدنا اياه هون ماشين ليرنينج تكنولوجيز used in computer aided detection او ده برضه detection انا هدول detection and classification برضه detection thromographic convolution هذا موضوع ثاني تمام predictive model prototype of breast cancer big data technology هذا شغال على prediction تمام فاذا احنا لحد الان شوف في الصفحه الاولى كامله لحد الان بين معنا تو بيبرز شغالين على ديجنوستكس تمام فاذا لما تحط السبيسيفيك تايتل او سبيسيفيك توبيك اللي انت بدك تشتغل عليه بال2020 ما بتلاقي كثير على هذا السبيسيفيك اكثر يعني من 6 7 8 هذول اللي هم فعليا اللي انت بناء عليهم انت اخترت هذا الموضوع as a selected topic من هذول الثلاثة اللي هم الريبيتد مش هو كان اصلا هذا الموضوع ريبيتد تمام الريبيتيشن تبعه اللي هو اللي خلاك انك تختاره كواحد من الثلاث مواضيع اللي سيلكتد فيتشرز فهذول اللي طلعوا معك اصلا هم اللي بتعمل لهم ريفيو تمام هاي مثلا هون ديجنوستكس اي هون ديجنوستكس تمام فاذا في مكرر اكثر شيء ولو مش مكرر اكثر شيء كان احنا ما اخترناه بس ما بيكون مكرر في عدد كثير كبير بيوصل للمئات زي ما حكيت تمام واضحه يعطيك العافيه دكتور كلش واضح شكرا اوكي تمام اذا الان تعلمنا كيف بدنا نعمل الخطوات اللي بدنا نمشيها احنا بالمحاضره اللي فاتت وصلنا لحد هذا اللي هو بروبلم 1 بروبلم 2 بروبلم 3 المحاضرة الآن التاسك علينا إنه نعمل literature two literature reviews على الأول على الثاني على الثالث نعمل answer to the questions نطلع بالfinal selected topic نعمل عليه بنفس الطريقة اللي تعلمناها هون نعمل عليه review ونعمل review أول إشي بال 2020 بعدين بال 2019
بعدين بالأحدث من 2016، بحيث إنه لما نيجي على المحاضرة الثالثة اللي هو هون اللي هي الثيرد سيشن ونطلع فيه proposed solution، يطلع فيه proposed solution تمام. هذا proposed solution نكون متأكدين 100% إنه unique. We can be sure that it's unique. تمام. And genuine. تمام. يعني إحنا نكون متأكدين إنه unique وgenuine. تمام. متأكدين 100%. كيف متأكدين 100%؟ لأنه نكون متأكدين إنه عملنا literature review شاملة. ما ضل علينا نقص بالليترتشر تمام. من دون ما نكون متاكدين من هذا الشيء بنقدرش نمشي بالسولوشن تبعنا في المحاضرات اللي بعد تمام. عشان هيك انا من الان باكد انه تعملوا ليترتشر ريفيو كامله وشامله تمام، لانه من دون ما نكون متاكدين ما بنقدر نمشي بالسولوشن وما بنقدر نكمل في الحل تبعنا. فإذا هذا اللي بنأكد عليه لحد نقطة 5 المفروض إحنا نكون منجزين قبل المحاضرة الجاية لحد النقطة 5 تمام، اللي هي الريفيو من 2016 وأحداث الموضوع تبعنا. طبعا أنا ليش حكيت هون 2020 بالبداية؟ لأنه بدنا نحاول إنه نضمن انه كل البيبرز اللي بال 2020 موجود. يعني ممكن لو نحط من الاول اكبر او يساوي 2016، يعني من هون سنس 2016 تيجينا كثير بيبرز منها بال 2020 كمان تمام يعني. بس ممكن يعني نفقد بيبر، ممكن تضيع منا بيبر من 2020، وهذا اشي مهم ان نحطه. فعشان هيك بالاول بدنا نكون سبيسيفيك، نعمل اول اشي ريفيو لل 2020 تمام دكتور. هلا لما نعمل سيرش على بيبرز من 3 مواقع صح؟ من 3 مواقع بس ممكن يكون مثلا في شيء متكرر يعني مثلا خصوصا بين الموقع الإلسفير او الاي تربل اي مع الجوجل سكولر، لانه هم برضه هذول موجودين في الجوجل سكولر بالضبط. يعني انا الفكره لما حطيت الانيشال سيلكشن توبيك سوري الكي ووردز بالاي تربل اي اكسبلور والسيفير كان احدث شيء 2019 ما كان 2020. بس بالجوجل لانه بالجوجل سكولر هو مش بس اي تربل اي والسيفير، ممكن يكون في سبرينجر مثلا زي هاي مثلا تمام، في ممكن يكون وايلي، في ممكن يكون جورنالز. هي جورنالز قويه لكن هي مش اي تربل اي او السيفير تمام. وهذا الموضوع اللي بدي ابلش احكي فيه الان. بالليترشر ريفيو لما نيجي نختار بيبرز احنا اول شيء حددنا انه بدنا البيبرز تكون بسنه 2020، بعدين بسنه 2019، بعدين احدث او تساوي سنه 2016. بعدين بدنا نتاكد ان البيبر منشوره بمجله قويه تمام، يعني ما نجيب اي مجله تمام. طبعا هذا كيف بدنا نحدد المجله قويه او ضعيفه؟ في عنا قائمة من المجلات، هدول اللي منشورة فيها، هدول يعني احنا مغمضين ممكن نعتبرهم قويين تمام. هون الاي ترابل اي، صحيح الاي ترابل اي مش كلهم قويين، لكن يعني جنرالي ممكن نحكي ان المنشور باي ترابل اي ممكن نخرج يعني. السفير تمام، سبرينجر، هنداوي، وايلي تمام، هدول ميني تمام، هدول ميني اللي منشور فيهم ميني بيكون قوي تمام. هلا اذا بحثنا بالاي تربل اي احنا ضامنين اي شيء بيطلع لنا انه نوت، لانه هو اصلا من ضمن الاي تربل اي. اذا بحثنا بالانسبير ضامنين اي شيء بيطلع لنا نوت تمام.
ممكن برضو نروح على الجورنال سبرينجر ونبحث فيها بحيث انه نضمن اي شيء يطلع نكتب. هنداوي برضو نفس الشيء بحيث نضمن انه اي شيء بيطلع لنا نكتب. بس بالجوجل سكولر مش اي شيء بيطلع لنا بنكتب، فما بنكون ضامن هذا الشيء. تمام. ف في ال هذا اللي بحكي فيه انه هاد يعني نكون ننتبه على هذول النقاط اذا بنبحث الجوجل سكولر، اذا بنبحث الجوجل سكولر ننتبه على هاي. تمام. انه الجورنال تكون قويه. هسه مثلا في زي هاي مثلا على سبيل المثال هذا موضوع، خلينا نحكي انه هاي مثلا انسبير، هاي مشهوره في انسبير وهي ريلاتيف، هاي في سبرينجر هي ريلاتيف، هاي سبرينجر هي ريلاتيف، هاي ديجنوسيس. تمام. هاي مثلا بريست كانسر ديجنوسيس برضه بانسبير. مثلا خلينا نحكي انه لو افترضنا انه هاي الجورنال هي ريلاتيف. تمام. خلينا نحكي مثلا هاي الجورنال، بدنا نشوف هاي الجورنال هي طلعت ساينس دايركت، فهي ساينس دايركت انسبير. خلينا نحطها هون. فهون طلعت ساينس دايركت، فاذا هي قوية. انا لانه شفنا هون innovation in health informatics. تمام. مش مبين بالضبط شو اسم الجورنال، بس لما كبسنا عليها طلعت ساينس دايركت. فاذا هي ريليتيف، هي قوية. لكن في حال مثلا انه شفنا موضوع وكان very very related، وكان مثلا زي هاي American Journal of كذا، هاي مثلا American Journal of Reotigenology. تمام. هاي من البداية احنا مش من ضمن الليست اللي حطيناها، بدنا نعرف هي ناخذها هاي البيبر من هاي الجورنال ولا ما ناخذها. تمام. فشو بنعمل؟ بناخذ الاسم تبعها، اسم الجورنال، وبنحط امباكت فاكتور. تمام. هي اجانا اول شيء امباكت فاكتور. تمام. بيطلع لنا الامباكت فاكتور انه 3 بوينت كذا، فهو عالي. فاذا بناخذ البيبر اللي منشوره في هاي. تمام. فاذا مثلا لو شفنا امباكت فاكتور 1 ولا امباكت فاكتور less than 1 هذا ما بناخذه، بس يعني اجمالا امباكت فاكتور اكثر من 1 بناخذ المجال. تمام. صحيح انها بتكون ضعيفه، يعني افضل انه تكون المجله الامباكت فاكتور تبعها اكثر من 2، لكن ما في مشكله. هي ما بتكون مجله مرفوضه، يعني لو مثلا اجينا بدنا ننشر فيها في المستقبل انه ما نقدر ناخذ عليها نقطه، هي بتكون مجله مرفوضه، لكن بزبط انه ناخذ منها ريفيو. تمام. فاذا المجله اللي بدنا ناخذ منها ريفيو اذا كانت خارج القائمة هاي اللي حطيناها. تمام. خلينا نحط or with impact factor greater than 1. تمام. إذا with impact factor greater than 1. شفتوا كيف بنحط بنعرف كم الامباكت فاكتور؟ بنحط اسم الجورنال وبنحط امباكت فاكتور، بيطلع لنا شو الامباكت فاكتور. اذا الان تعلمنا كيف بدنا نبحث عن البيبرز اللي بدنا ندخلهم بالليترشر ريفيو تبعنا. خلينا نشوف كيف بدنا نعمل الليترشر ريفيو، كيف بدنا نعمل السمري. نشوف كيف بدنا نعمل السمري. ناخذ واحده من البيبرز اللي ريليتد وقويات، مثلا هاي كثير ريليتد، هي breast cancer diagnosis using image processing and machine learning. تمام. طبعا هون زي حكينا المره اللي فاتت انه بالليترشر بال 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 بالجوجل سكولر ال papers في لهم رابطين، معظمهم بيكون الرابط الطويل هذا اللي هو بالجورنال الاصليه، وهذا ممكن يكون بمصاري يعني مش open access، اي بينما الرابط الصغير هذا بيكون فور فري.
تمام. هلا نفتح هذا الرابط بحيث انه تفتح على البيبر ونحاول نشوف كيف بدنا نختصر. اوكي، لما بدنا نيجي نلخص البيبر بدنا نفتح مايكروسوفت وورد. تمام، طبعا البيبر فيها اجزاء كثيره، اذا احنا اذا ملاحظين اول شيء بيكون فيها ابستراكت، بيكون فيها انتدكشن، نفس الاجزاء اللي حكينا بدنا نشتغل عليهم من المحاضره اللي فاتت. الريليتد ورك اللي هو الليترشر ريفيو، الباك جراوند والليترشر ريفيو. تمام، الميثودولوجي اللي هو التكنيك تبعته للسوليوشن الجديد اللي طلع فيه. اللي هو البادي، حكينا عنه المره اللي فاتت، البادي للبيبر. بعدين الريزلت. تمام، طبعا بالريزلت ببلشها هو بالاكسبيرمنت اللي عمله. تمام، فرجوا لحد هون، لحد هون ممكن يبلش يحكي عن كيف التطبيق، مثلا تطبيق باستخدام الماتلاب ولا باستخدام البايثون ولا باستخدام الاردوينو ولا باستخدام اي شيء. تمام، قبل كله بحكي عن الميثود، كيف الميثود، شو الالجوريثمز، شو يعني شيء له علاقه في بغض النظر عن وين انا بدي اطبقه، باستخدام اي لغه برمجه ولا باستخدام اي ديفايس او اي شيء، لازم يكون الميثود هاي تنشرح ابستراكت بشكل ميثود. تمام، زي ما راح نتعلم في محاضره الميثودز، المحاضره اللي بعد. تمام، لكن ما بنذكر في الميثود انه مثلا اشتغلنا على الماتلاب ولا اشتغلنا على البايثون ولا على الرازبيري باي ولا على اي شيء. هون في الريزلت بفقره من الفقرات بنحكي انه الاكسبيرمنت عملناها مثلا باستخدام الماتلاب وبس، بتكفي، ما بنحط الكود ولا بنحط شو هو الماتلاب ولا بنحط الفيرجن ولا بنحط اي شيء، لانه المفروض انه مثلا انا بالكي ما عندي لايسنس ماتلاب وبدي اطبق الميثود اللي هو حاططها هون، ما بتزبط غير على الماتلاب. تمام، فاذا لما بدنا نطلع بسولوشن، طبعا هذا انا بس سابق لاوانه، راح احكيه بالتفصيل المحاضره الجايه ان شاء الله، لكن لما بدنا نفكر بسولوشن بده يكون السولوشن التطبيق تبعه هو اللي نحكي فيه، تطبيقه ممكن يطبق على اي مكان. تمام، اذا احنا السولوشن اللي بدنا نطلع فيه، بدنا نطلع فيه سولوشن مش ريليتد ل سوفت وير معين او ديفايس معين. تمام، بعدين بحكي عن الريزلت. تمام، بعدين بحكي هون عن الريزلت. هاي هي اجزاء البيبرز الاصليه او الاساسيه. الان خلينا نشوف كيف بدنا نلخص. هل بنحتاج نقرا هذا الاشي كله؟ يعني نتفرج مثلا هاي البيبر عند صفحاتها مبين كثير كبير. تمام، هلا هون مبين لي 782 صفحة، يعني هاد هي هي مش بيبر واحدة فعليا، هاد بيكون سبيشال ايشو. بالضبط، سبيشال ايشو وناشرين فيه كثير بيبرز. تمام، لكن احنا اللي بدنا ناخده اللي هي البيبر اللي لها علاقة في موضوعنا، البيبر اللي لها علاقة في موضوعنا. كانت تحكي عن الديجنوسيس.
Okay, we have breast cancer diagnosis using image processing and machine learning. هاي البيبر برضو هاي البيبر يعني عدد صفحاتها مش قليل، يعني أي بيبر عدد صفحاتها على خط 10 و2 كولومز بيكون أقل إشي 6 صفحات تقريبا، يعني يعني من الأفرج أقل إشي 6 صفحات، بس في بيبرز بتوصل 20 صفحة وفي بيبرز بتوصل أكثر. تمام؟ فإذا بدنا نقرأ كل هذا الإشي معناها من هون للمحاضرة الجاية دوب نكون قارئين بيبر واحدة. إحنا اللي رح نتعلم الآن كيف نشتغل بشكل سريع. تمام؟ اللي رح نتعلم الآن كيف نشتغل بشكل سريع. فأول إشي أول إشي بدنا نعمله، خليني أكبر الصفحة عشان تصير واضحة عندكم، بدنا نعمل تيبل، نروح insert تيبل، وبنعمل تيبل من two columns. أول إشي paper number، تمام، بعدين بنحط التايتل، بعدين بنحط البروبلم. هلا البروبلم هاي ما بنحطها، المفروض كلهم اللي بدنا نشتغل عليهم بيشتغلوا على نفس البروبلم، فما بنحط البروبلم. بدنا نحط هون البروبوز سوليوشن، بدنا نحط هون التولز اند الجوريثمز. تمام، التولز اند الجوريثمز اللي في البروبوز سوليوشن تبعه. بعدين بنحط ال experiment، out test case، بنحط ال data set إذا هو استخدم data set من وين جابها بنحطها، بعدين بنحط ال overall results. تمام، بعدين بنحط comment إذا إلنا comment إحنا عليها أو remarks. تمام، بهذا الشكل بنعمل هذا التيبل لكل paper من papers اللي نزلناهم. تمام، بنعمل template فاضيين عشان نكون جاهزين احنا، وكل ما نيجي نعبي تمبلت بنروح نعمل تمبلت جديد بحيث نضل في عنا تمبلت فاضي. هلا البيبر اللي نزلناها تمام، بس نعملها داونلود بنعطيها رقم. تمام، بنخزن بنعمل فولدر، في هذا الفولدر مثلا هون نعمل فولدر، وفي هذا الفولدر بنحط كل البيبرز اللي بدنا نعملهم ريفيو لهذا الموضوع اللي احنا اخترناه. تمام، بعدين بنعطيه رقم ببلش من واحد. ليش؟ عشان في التيبل هذا لما مثلا اذا بدنا معلومة اكثر، يعني في المستقبل بدنا نرجع لمعلومة من بيبر، اول اشي ما بنرجع للبيبر، بنرجع للتيبل اللي احنا لخصناه هون. اذا مثلا شفنا انه بدنا معلومات اكثر او بدنا ندرس البيبر هاي بالتفصيل، من رقمها من هون، من رقمها اللي هو البيبر نمبر، بكل سهولة إذا إحنا مسمينها نفس الاسم، إذا معطينها نفس الاسم هون بالفولدر، تمام، بكل سهولة بنقدر نلاقيها ونطلع عليها. تمام، أما إذا كانت هون مسمية بنفس الاسم، تفرجوا هون لو إنه بننزلها بس بننزلها وما نسميها باسم، تمام، أو بدنا نسميها بالتايتل ممكن يكون صعب، أو بدنا نخلي الاسم هذا مثلا اللي هم مسمينه فيه. تمام، هيك صعب انه نرجع لها. اما نسويها نفس الرقم بحيث انه يكون رقم البيبر اللي هو الاسم تبعها يساوي نفس الرقم اللي بنحطه هون بحيث نقدر نرجع. تمام، هاي اول نقطة. هلا بعدين التايتل، بناخذ التايتل كوبي بيست، هاي التايتل من هون
اسماء الاوثرز بناخد اسماء الاوثرز برضو كوبي بيست وبنحطهم او بنحطهم هون او هنا. انا ما حطيت الاوثرز، خليني احط هون الاوثرز. تمام، اذا التايتل بنحط كوبي بيست والاوثرز بنحطهم كوبي بيست. تمام اوكي. بعدين البروبوز سولوشن، البروبوز سولوشن من الابستراكت. لما نيجي نقرا الابستراكت، البروبوز سولوشن دائما بيكون في عنده كي وورد، دائما بيكونوا كاتبين in this paper او this paper proposes او in this work او we propose او كذا. دائما هاي الكي وورد لما نقراها بالابستراكت بنعرف انه بعدها دايركت جاي البروبوز سولوشن. خلينا نقرا هذا الابستراكت. Breast cancer is one of the second leading causes of cancer death in women. تمام، هاي اسمها general statement. طبعا رح نيجي في محاضرة الابستراكت كيف نكتبه وشو components تبعها. Despite the fact that cancer is preventable and curable in primary stages, a huge number of patients are diagnosed with cancer very late. تمام، هاي supportive statements. قربتنا شوي للبروبلم إذا ملاحظين، اللي هو حكانا اللي هو late diagnosis تقريبا. Conventional methods of detecting and diagnosing cancer mainly depends on skilled physicians with the help of medical imaging to detect certain symptoms that usually appear in later stages of cancer. تمام؟ إذا هذا برضو حكى لنا شو البروبلم اللي موجودة في الريال انفايرمنت. تمام؟ إذا الآن احنا عرفنا إنه هاي البيبر will tackle the problem of diagnosis of initial diagnosis or early diagnosis of breast cancer. Therefore, we propose, this paper proposes. هذول keywords لازم يكونوا موجودين في الابستراكت. تمام، لازم يكونوا موجودين في الابستراكت عشان يعرف القارئ انه بعدهم في السولوشن اللي مقترح من هاي البيبر. تمام، إذن هون شو اقترحوا؟ Computerized method for cancer detection in its early stages within a very short time. تمام، إذا الكونتريبيوشن تبعهم إنه الحل تبعهم سريع. تمام، Here we have used machine learning to train a model using the predicted features of the nuclei of cells. تمام، إذن هنا الحل تبعه لحد هون، اللي هو عمل لحد هون الحل المقترح اللي هو استخدام machine learning to provide initial diagnosis of the أو early diagnosis of breast cancer based on the predicted features of the nuclei of cells. هذا بنكتبه بلغتنا الخاصة. تمام، they proposed an early diagnosis method using image using machine learning using techniques machine learning based on the obtained features from the دكتوريا. يعني هذا نفس الأوبجكتيف. لا، الأوبجكتيف هذا الحل. احنا هنا بنحكي عن الحل. الأوبجكتيف اللي هو بيكون مثلا الهدف لهاي البيبر التقليل او 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 ايجاد الدياجنوسيس في its early stages. تمام، يعني to provide a diagnosis approach in its early stages to provide an initial diagnosis approach in its early stages. هذا الهدف.
لكن مثلا باستخدام ماشين ليرنينج ولا باستخدام ايش مكان، هذا ما بيكون موجود في الهدف. اذا السولوشن هذا اعم من الهدف، لانه هنا بذكر شو التكنيك اللي هو استخدمهم، استخدم ماشين ليرنينج وبعتمد على الفيتشرز اللي هي ماخذها من وين، الفيتشرز اللي ماخذها من النيوكلاي اوف سيل، من الخلية، نواة الخلية. أيوة، نوكلاي أوف سيلز. تمام. إذن هذا هو الكونتريبيوشن تبعه. الكونتريبيوشن تبعه إنه بحكي مثلا الطرق الثانية على سبيل المثال، ممكن هيك يكون هو الكليم اللي هو حكي إنه الطرق مثلا اللي بتعتمد على الشيب، الطرق اللي بتعتمد على الكالر، الطرق اللي بتعتمد على الماس اوف ايتمز مثلا، الطرق اللي بتعتمد على الانتنسيتي، هدول طرق مش دقيقة. فهو بالنسبة له بده يعتمد على الفيتشرز من النوكلاي اوف سيلز اللي مأخوذة من النواة. تمام، هاي الفيتشرز اللي مأخوذة من النواة الخلية بحيث انه يعطي accuracy ويعطي كمان اللي هو الهدف تبعه اللي هي الـ early diagnosis. أو ممكن نكون هنا إحنا شوي specific early stages diagnosis. تمام؟ early stages diagnosis يعني في it's very early stages، من مراحل المبكرة. فإذا هذا هو الـ contribution تبعه اللي بيختلف فيه عن الأعمال الثانية. ممكن تشوف مثلا عمل ثاني بحكي لك إنه أنا بعطي very high accurate method. تمام، يعني هو مش همه إنه يطلع في الـ early stages ولا مش في الـ early stages. هذاك الثاني مثلا بيكون همه إنه يعطينا accuracy كثير كثير عالية، هذاك الـ objective تبعه. تمام، مثلا بيكون حلها باستخدام deep learning على سبيل المثال والبيج داتا وكذا. ممكن مثلا يكون في مثال انه بعطي بسرعه، حل بسرعه من سنجل سامبل، يعني مثلا من الحل تبعه اذا حطيته في ماكينه تصوير الاشعه، ماكينه تصوير الاشعه بتعطيك الديوجنوسس على طول اول ما تاخذ الصوره، لانه مثلا الحل تبعه بيكون سنجل سامبل ديوجنوسس يوزنج مثلا ايمج او ماشين. تمام، فإذا كل واحد بيكون في له اوبجيكتيف، بس كلهم لنفس البروبلم، كلهم لنفس البروبلم، كلهم للديوجنوسيس، وكلهم بيستخدموا الماشين ليرنينج او الايمج بروسيسنج او هو نفسه يعني. تمام، فإذا هذا اللي بنحكي فيه. فإذا هذا اللي بنحطه هون الحل مش الاوبجيكتيف. هلا الان التولز اند الجوريزمز، بعضهم بيكون حاطط tools and algorithms في الابستراكت زي هذا مثلا. تمام، لكن اذا بدنا احنا التولز او الالجوريثمز بنروح وين؟ على الميثود. تمام، هلا هون بدنا نقرا هاي الميثود بطريقه سكيمينج. تمام، اذا هاي الميثود بدنا نقراها بطريقه سكيمينج.